زار الملك قوسقاف بتشييد الهرم الأوسط، طبعا عندنا الملك خفرع. 2 ظهرت متون الأهرام في عهد الملك خوفو، طبعا ظهرت في عهد أوناس. 3 نجحت الأسرة العاشرة في إعادة توحيد مصر مرة أخرى بعد فترة من الانقسام، طبعا الحاليات 10. رتب الأحداث التاريخية من القديم إلى الحديث: بناء الهرم الأكبر، تأسيس عاصمة موحدة لمصر، نحت تمثال أبو الهول، توحيد الملك نعمر لمملكتي الشمال والجنوب، بناء الهرم المدرج. طبعا رقم 1 عندنا توحيد الملك نعمر لمملكة الشمال والجنوب، رقم 2 تأسيس عاصمة موحدة لمصر هي من نفر، رقم 3 بناء الهرم المدرج، رقم 4 بناء الهرم الأكبر، رقم 5 نحت تمثال أبو الهول. ما العلاقة بين أواخر فترة حكم الملك بيبي الثاني وعصر الدولة القديمة؟ طبعا العلاقة ما بينهم: تدهورت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية وعمت الفوضى في أواخر فترة حكم الملك بيبي الثاني مما أدى إلى نهاية عصر الدولة القديمة. اختر الإجابة الصحيحة: تدهورت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في نهاية عصر الأسرة الرابعة، الخامسة، السادسة، الحادية عشر. الإجابة الأسرة الخامسة. 2 بنيت معابد الشمس المكشوفة في أبو سير في عهد الأسرة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. الإجابة الأسرة الخامسة. 3 تأسست الأسرة الثالثة على يد الملك سنفرو زوسر نعمر أوسر كاف. الإجابة هتكون الملك زوسر. 4 كانت مقبرة الملك نعمر عبارة عن هرم مدرج، 6 مصاطب، هرم كامل، مصطبة واحدة. الإجابة مصطبة واحدة. 5 استطاع كبير كهنة إله الشمس رع إسقاط الأسرة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. الإجابة الأسرة الرابعة. ب يعتبر عصر بناة الأهرام أحد عصور مصر القديمة، حيث تميز بالاستقرار وتطور فن العمارة في دول العبارة السابقة. لماذا سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام؟ طبعا بسبب اهتمام ملوك هذا العصر ببناء الأهرامات. ما هدف الملك سنفرو من إرسال أسطول بحري إلى فينيقيا؟ طبعا الهدف إحضار خشب الأرز من هناك لبناء السفن.